السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد مع أم عدنان. النهاردة بقى هنعمل الكيكة بالشوكولاتة. كيكة شايفين جمال اسفنجية وطالعة معايا هشة وجميلة خالص، شايفين حاجة بجد كده. بصوا ما شاء الله عليها، شايفين طالعة جميلة 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 ومقاديرها بسيطة خالص. شايفين الحلاوة، شايفين طالعة معايا اسفنجية كده. بصوا الشكل وجميلة وبجد تحفة، حلوة جدا. اتمنى انك تجربيها. قبل ما نبدأ الفيديو مش تعملي لايك واشتراك وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نشوف المقادير. هنا انا جيت هنا مع المقادير، معايا هنا دي كوباية سكر ومعايا كوباية لبن ومعايا نص كوباية زيت، وهنا نص كوباية كاكاو. كاكاو دي كاكاو خام. ومعايا كوباية ونص دقيق، كوباية ونص ده يا جماعة دقيق، ده دقيق فاخر. ومعايا بيكنج باودر، معايا فانيليا، ومعايا 3 بيضات. يلا بينا نشوف هنعمل ازاي. اول حاجة هحط المكونات الجافة كلها مع بعض، اللي هي الدقيق، ننزل كده بالدقيق كوباية ونص، وهننزل بيه باكو باودر، هتنزلي بالكيس كله على الدقيق، وكمان هننزل بيه الكاكاو الخام. وهنقلبهم كويس جدا مع بعض علشان المكونات كلها تختلط مع بعضها. تقلبيهم كده كويس جدا وتتأكدي ان كله الدقيق والبيكنج باودر والكاكاو كله اتقلب مع بعضه ومفيش اي حاجة بقت لوحدها. تقلبي كده كله كده مع بعضه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. اهو لو تلاحظي ان الدقيق بقى كله كاكاو، ما بقاش فيه اي حاجة بيضة. اهو يا جماعة انا هنا قلبت كله كده مع بعضه، شايفين اهو كله اختلط كده مع بعض. هسيبها بقى على جنب. انا هنا جبت المضرب، هنزل اول حاجة بالبيض، 3 بيضات بيكون بدرجة حرارة الغرفة. وادي البيضة التالتة، وهننزل بعد كده بالفانيليا، كيسين فانيليا. انا هحط كيسين علشان ريحة الزفار بس. حط الكيسة التانية، وهنزل بيه الزيت، نص كوباية زيت هنزل بيها كلها. انا يا جماعة هحط المكونات السائلة كلها مع بعض، وده اللبن، ودي هنا اهو معايا كوباية سكر. طبعا السكر حسب رغبتك، ممكن تكتري ممكن تقللي زي ما انتي بتحبي. الكيكة تبقى مسكرة تبقى سكرها قليل، بس انا هنا كوباية كويسة جدا بالنسبة لي. هضرب بقى المكونات دي كده كلها مع بعضها لحد ما السكر كده ايه يبقاش ليه اي اثر ويختلط كله كده مع بعضه. اهو تبتدي تضربي كده، بس اهم حاجة ما تنسيش تعملي لي اللايك. تضربي كده المكونات كده كلها مع بعضيها كده كويس. تبدأي تضربي كده، ما توقفيش المضرب خالص، لا انت شغالة كده عمالة تضربي.
وهو يا جماعة انا اهو بعد ما ضربت المكونات كلها مع بعضيها، هاجي بقى اجيب بقى الخليط بتاعي اللي هو الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر، وهبدأ بقى ان انا انزل بيه الخليط بتاعي السايل دوت على الخليط الجاف. هنزل كده كله كده بالخليط السائل كده، بالشكل كده زي ما انتوا شايفين كده. بتبدأي بقى انك تقلبي كله في اتجاه واحد، تبدأي انك تقلبي كده في اتجاه واحد، ما تبقيش تلفي كده وترجعي تلفي الناحية التانية، لا كله في اتجاه واحد لحد ما تبقى معاكي كيكة كده تبقى كلها سوا بعضيها وكلها لون واحد. اهو شايفين، شايفين في اتجاه واحد كده هوت، وكله اختلط مع بعضه. انا اسفه ان هنا المبرد اتفك وكده. يا جماعة خلاص تكون الكيكة بتاعتي خلاص كده جاهزة. هجيب بقى صينية وهحط ورق زبدة، مش حابة تحطي ورق الزبدة ما تحطهوش. انا هنا حطيت ورق زبدة ودهنت الصينية، مش حابة ورق الزبدة دوت، ادهني الصينية بشوية زيت ورشة دقيق. هبدأ بقى ان انا اهو انزل كده بالكيكة كده وكده. يا جماعه الكيكه معايا بتبقى جاهزه، هروح بقى ادخلها الفرن، وطبعا هتكوني مسخنه الفرن قبل ما تحطي الكيكه، ونرجع لكم تاني. وهنا يا جماعه بعد ما طلعتها من الفرن انا حطيتها هنا، شايفين بجد جميله جميله جميله. طبعا الخرم اللي فيها ديت انا بس ايه ما فتحتش عليها غير بعد 25 دقيقه، وبعد كده شفتها استوت ولا لا بعصاية الشيش وطلعت معايا استوت. انصحك انك ما تفتحيش عليها دلوقتي، وكيكة الشوكولاتة اصلا ما بتاخدش سوا زي الكيكة التانية، فبتستوى بسرعة. هي اخدت معايا تقريبا بالظبط 25 دقيقة، ما غيبتش خالص. هبدأ بقى ان انا اقطعها كده واوريكم بقى الجمال. بجد يا جماعة حلوة خالص، وطلع اسفنجية كده وطرية، بس حاجة بجد جميلة. شايفين، شايفين الجمال اهي يا جماعة، شايفين الجمال، شايفة اسفنجية وطرية ازاي اهي، بجد حاجة جميلة خالص. اتمنى بجد انك تجربيها. طبعا حابه بقى انك تحطي على الوش شوكولاته زي ما انت حابه، حابه تزينيها باي حاجه ممكن تزينيها، بس انا ما حبيتش ان انا ازينها، فانا حبيتها كده. بجد يا جماعه جميله خالص، تحفه 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 بجد، اتمنى بجد انك تجربيها. وبكده تكون الكيكة بتاعتنا خلصت، شايفين ده شكلها النهائي. اتمنى لو الفيديو عجبك تعملي لي لايك واشتراك وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفك في فيديو جديد.